اخ يا اخويا مش قادر اشوفه بموت ان شاء الله بديش ابو تاني بدل ما اطلع برا. والله صعب ضربه قويه والله ضربه قويه. اسمع انا مش قادر اشوفه بموت. اسمع ادخل قول له مسافر قول له مسكوه على كمبيالي انسجن مسكوه حشش في طريق المطار اي شيء. انا يا اخوي ما بصير لازم نودعه هيك الواجب يا اخوي. الله يرضى عليك. قوم يا اخوي قوم. يلا قوم لا تعلي على الجثه قوم. حبيبي شو نعمل هذا قدر يا حبيبي. تعالوا نتباوس يابا. يابا سو وقت بوس يابا مشان الله يابا بنيك تأجل موتك شوي مشان الله. أنا أجل هي لعبة كرة قدم يابا بين السد والوحدة القطري ولا بدناش نجيب سيرة أندية أردنية بلاش يزعلوا منا. هذا قدر ربنا يابا. الله يابا أصعب فترة بتمر علينا. يابا أنا إذا بدي أموت من ريحة عركباتك يابا. امسح بجانا الله امسح بيشي يابا بشرايط. تعرف يابا موتك قديش بدي كلفنا يابا. يعني قبر 300 ليرة شيخ. واذا جبنا رخامة كتبنا عليها اسمك كمان بدنا 400 ليرة. كمان يابا نومتك من الثلاجة بدها 70 ليرة. كمان غسيلك وحمامك بدها 150 ليرة يابا. ويابا لسه انا بدي اجيب خيمة للعزا مع حمام خارج تفحش بدها كمان 500 ليرة. يعني موتك بده يكلفنا 5000 ليرة يا معلم. انا مش زعلانين انتوا على موتي، زعلانين قديش كنتوا تدفعوا صح؟ اه؟ يا حبيبي يابا مش دائما بضربك كاف؟ اه هاي اثنين اطلع انت ويالون اشكيخ يا همل. ايه شو الثلاجة بسبعين دينار؟ ليش انا بدي انامي بشرم الشيخ؟ والله شرم الشيخ ارخص وأول انكلوسيف وفي اشي طري. يعني شرم سبعين ليرة الثلاجة. احلى شرم الشيخ. تعيلي كاميرا ضلي تضحكي. ما ترفع صوتك علي ولا غندور زعلني بضربك. هلا شكور انت تضربني هلا بضربك بكسرك. ولك انا وحش انت تخليها استبدع معي فاهم. هلا بضربك بعيدي بتعرف وين فاهم. خلاص 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 هلا بتقلبوها حرب دبحتوا بعض. بكفي 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 خوفت فروتي. انا اللي بدي اعملها حرب وخلي الدم للركب. هلا بولع الدنيا كلها حريقه هون وهون وهون وهون. ولك انا وحش انا شرس انت لسه ما بتعرفني. أي حرام عليك كسرت له كتفه. انت هايبريد انت مشلف انت شرس. وطي صوتك وطي صوتك حرام عليك اللي بتعمله. بكفينا هربتوها حرب ودم. بكفينا دم بالوطن العربي. ذبحتوا بعض خلاص 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 احقنوا الدم كسرتوا بعض. وك شو بتسوي انت وياه؟ شو بتسوي انت وياه؟ شو بتسوي انت وياه؟ يلا خلص فوت عليهم. هذا اللي ضربنا امبارح هون بيته بدي افرم وفرم. امبارح فروتي واحنا هاربين دعسوا قلب مصارينه طارت. بدي نصير اقوي. اسمع انا ايدي مرخيه وصل الارض. اعمل لنا اشي اشد جسمي انا مرخي يا عالم. اسمعوا احنا لازم نتدرب لازم نتدرب. انا عندي تمرين كتير منيح. صح صح شد علينا قد ما تقدر ترحمناش زي ما قالك ترحمناش. شوفوا انا عندي بسكوتات كل واحد فينا لازم يكسر بسكوتة. امسك لو قعدنا شهر لازم نكسر بسكوتة. في ناس قعدوا سنة ما كسروهاش البسكوتة. بس هذا التمرين كتير صعب. شو هذا بده صاعقة تمرين صاعقة. اعمل لنا اشي خفيف يعني زي زحف على النار شوي شوي زي زلمتنا شوي شوي. فيش فيها شوي شوي لازم كل واحد فينا يكسر بسكوتة. الله. يلا صاحب مش قادر يا رب ساعدني. مأواك واو كيف كسرتها؟ شوف يا غشاش
كسرتها لانه مش محشية حلقوم وبسكوتاتنا محشية حلقوم. هلا بدي اخلي دم للرقاب، بدي اربيك انا شرس ولا يا مشلف يا مشلف سليف. انت مشلف انت، ها انت مشلف انت 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 بدي انحر من الحارة لاجلكم. ظل معك مصاري؟ اللي مصاريح ومعيش ولا نكلة. طب كم نروح الليلة؟ ولا شيء، بنوقف تاكسي وأول ما ندخل الحارة عند المفرق بنفتح باب السيارة وبنظل فسخين. والله قلتك جبتها. هذا هو. خلي حالك طبيعي فاهم؟ لا لا أنت شاطر ماني عارفك. أيوة. أبو الأفكار. يا رب تاكسي. أنا مت من البرد. هيا 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 هيا. عافيه. هلا طلعينا بيد رود سير. طيب روحوا بس تتاخروش. اطلع اطلع بمزح معك. يب شو صار مع شوفير التاكسي؟ هيني منيح اللي نفدنا، لو مسكونا كان كسرونا واحد واحد. الله سترنا الله سترنا. والله شو طلع زمنا مسخي يابا، شو طلع من البرداب يا يابا ماضها. يا بدي اقول لك شغله، يا بدارنا مليانه اشباح. اسكت يا زلمه، شو هالخراريف الفاضي يعني اشباح يا زلمه؟ زي ما بقول لك يا زلمه، هذيك كلها اساطير وكلام عجايز يابا. يا زلمه هو على كيفك، هم اللي قالوا لي. منون قال لك؟ يا با الخدامه. مين اخوي؟ الخدامه. طب لم اغراضك واطلع من برا الدار. كومي كومي، ابننا بيقول الدار مليان اشباح، ومين اللي كاليل له؟ الخدامة. احنا مش عنا خدامة. احنا ما عنا ولاد، قلنا شهرين متجوزين ولسه ما خلفنا. مين هاد؟ انا اصلا مش متجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاجة يا فندم، ليه كده مصربع زي القردة؟ انت بتحكي مصري ولا اردني؟ اسمع يا مصطفى، اطلع على البيت فوق جيب لي مفتاح الاوتوموبيل، عايز اطلع برا الحارة كليها. مع مين تحكي يا جار؟ يا زلمة مع مصطفى الحارس. انا مصطفى. مصطفى لا 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 لا